أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تطورات الأزمة بين الشرعية اليمنية والإمارات على خلفية دعم الأخيرة لانقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة اليمنية. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن السعودية هي من تقرر استمرار دور بلاده في مساندة الاستقرار في اليمن. وأضاف قرقاش في تغريدة له على تويتر أن مشاركة بلاده في عاصفة الحزم جاءت تلبية لدعوة السعودية، وأن استمرار هذه المشاركة في اليمن ضمن التحالف مرتبط بهذه الدعوة. وأشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح. تأتي تصريحات قرقاش بعد تصاعد حدة المواقف الرسمية للحكومة الشرعية ضد دور بلاده في اليمن، خاصة بعد أن حملت أبوظبي مسؤولية دعم المجلس الانتقالي في انقلاب عدن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين. كيف يمكن فهم تصريحات الوزير الإماراتي؟ هل هو استخفاف رسمي بالشرعية اليمنية أم تصدير السعودية إلى واجهة الخلاف؟ وإلى أين يمكن أن تنتهي تطورات الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. تقول الحكومة اليمنية بأن الإمارات أصبحت طرفاً في الحرب على الشرعية، وتتهمها بالوقوف وراء الحرب التي تشنها ميليشيا المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية. وفي هذا الصدد تؤكد أنها تجهز ملفات بانتهاكات الإمارات تتضمن شكوى لمجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى الاستغناء عن دورها في التحالف. ليأتي الرد الإماراتي على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال إن تدخل بلاده جاء بطلب من السعودية وإنهاؤه بيد المملكة وحدها. تصريحات الوزير الإماراتي جاءت بعد رسالة من الحكومة الشرعية للرئيس هادي تطالبه باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية ضد الانقلاب الذي تشنه القوات المدعومة من أبوظبي وطردها من اليمن. موقف الشرعية اليمنية من العبث الإماراتي أخذ مساراً متصاعداً بدءاً من مجلس الأمن مروراً بالحكومة، وليس انتهاءاً ببيان وزارة الدفاع الذي اتهم الإمارات صراحةً بالوقوف وراء الحرب المستعرة في محافظة شبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية. الرد الإماراتي لم يقتصر على محاولة وضع السعودية في واجهة الخلاف، وإن كان لها الحق في ذلك، بل تزامن مع تصعيد ميداني للحرب، حيث تحشد القوات التابعة لها لاستئناف المعركة من جديد. وتشير الأخبار الواردة من شبوة أن زحفاً كبيراً لميليشيا الانتقال باتجاه المحافظة. الواضح إذن أن الشرعية وأبوظبي أصبحتا طرفي نقيض، والمعركة بينهما مصيرية. إذن نبدأ النقاش. معنا من برلين المحلل السياسي الدكتور علي العبسي، وأيضا معنا من نيويورك الباحث السياسي عبد رب وازع الشايف. نرحب بكما. نبدأ مع الدكتور علي. بداية دكتور علي، من الواضح أن هناك نسق تصاعدي في موقف الشرعية من العبث الإماراتي في اليمن، بدءا برسالة الحكومة وانتهاءا ببيان وزارة الدفاع. برأيك إلى أين يمكن أن ينتهي هذا التصعيد؟ هذا يعتمد على سلوك الطرفين. إذا ما كان سلوك الحكومة اليمنية وبياناتها وبيانات وزارة الدفاع عبارة عن رد فعل فقط، رد فعل آني فقط، سينتهي بانتهاء الفعل نفسه. يعني إذا انسحبت إذا انسحبت قوات المجلس الانتقالي من شبوة سينتهي الموضوع، وسيتم حصول تهدئة وتسوية سياسية من نوع ما. فأعتقد أن المسألة لن تتصاعد. ولكن إذا كانت هناك قرار حكومي يمني، قرار في الشرعية اليمنية بإيقاف الإمارات عن التمادي في تخريب الدولة اليمنية، في تخريب النسيج الاجتماعي اليمني، في محاربة الشرعية اليمنية، فأعتقد أن المسألة ستتصاعد. هذا يعتمد على سلوك الحكومة الشرعية. إذا كان لديها استراتيجية لمواجهة الإمارات أعتقد أنها ستنجح في ذلك. لكن إذا كانت المسألة عبارة عن رد فعل، فالمسألة أعتقد ستكون آنية وستنتهي بعد انتهاء الفعل نفسه. بالنسبة للإماراتيين، الإماراتيين لديهم خطة واضحة في اليمن، أطماعهم معروفة وهم لا يخفونها أبدا، وتأييدهم الإعلامي والعسكري والمادي والسياسي واضح للغاية للمجلس الانتقالي، ليس باعتباره
حاملا للقضية الجنوبية بقدر ما هو الذراع الإماراتية. الإمارات ما فعلته في الجنوب ليس 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 بقصد دعم القضية الجنوبية، ولكن بقصد إيجاد ذراع محلي لها يمثل مصالحها ويحمي مصالحها. ولو كانت تريد أن تدعم مطالب الجنوبيين والقضية الجنوبية لكان بإمكانها تبني سياسيين عريقين، ليست شخصيات هامشية، ليست شخصيات ليس لديها أي خبرة سياسية. أنا أعتقد المسألة تعتمد كثيرا على مدى القرار لدى الطرفين. إذا كانت الحكومة اليمنية لديها قرار واعي فعلا، قرار نهائي بأن تقوم بمواجهة الإمارات بشكل نهائي وبشكل أن يكون هذا قرار استراتيجي، فأعتقد أنها تستطيع لجم الإمارات، تستطيع إخراج الإمارات من اليمن مهما ادعى الإماراتيون. تصريح وزير الخارجية إماراتي لا يعدو أن كونه تمني، لأن نعم دكتور علي سنعود لنناقش معك تصريح وزير الخارجية أنور قرقاش. نذهب إلى ضيفنا من نيويورك الباحث السياسي عبد الرب وازع الشايف. دكتور أو سيد عبد الرب، هناك تقدم كبير لقوات الشرعية التي كسرت هجوم الانتقال قبل ساعة من الآن، وبرأيك إذا انتهت معركة شبوة لصالح الشرعية، هل تعتبر فاتحة أو هذه الانتصارات تعتبر فاتحة لتحرير عدن وأبين وأيضا انتهاء التمرد المجلس الانتقالي؟ أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين جميعا. الأحداث المتسارعة في شبوة وفي الجنوب بشكل عام تتركنا أمام مشهد واحد، أنه الشرعية حزمت أمرها، وذلك واضح وجلي بإسناد من المملكة العربية السعودية لحزم المعركة في شبوة. وقوف الشرعية في شبوة فقط ليس حلا كامل. الشرعية أمام معركة مصيرية لتحديد فصول المرحلة القادمة. المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أظهر كل الأوراق الإماراتية التي لعبت عليها تحت الطاولة، أصبحت فوق الطاولة، وأصبح هناك مشروع تقسيم متعمد ترعاه الإمارات داخل اليمن، وهذا مخالف للقرارات الأممية ومخالف لأهداف التحالف الذي جاءت من أجله وقوضت يعني فترة زمنية طويلة، قيضت دور الدولة وأضعفت الشرعية وتعمدت محاربتها على كل المستويات، وحصلت النتائج يعني بما نلمسه ونشاهده اليوم. الحرب في شبوة الآن أصبحت مصيرية بالنسبة للشرعية، بما أنه وصلنا إلى هذه المرحلة في الشرعية لا يوجد أمامها حل آخر إلا استعادة هذه المناطق وفرض وجود الدولة أو التوقف حيث وصلت الأمور، وهذا يعني غرس آخر مسمار في نعش دولتنا والشرعية والهدف من الحرب والتحالف بشكل عام. أنا نعم سيد عبد الرب وازع الشايف، تفضل بالبقاء معي. نعود إلى الدكتور العبسي. دكتور عبسي، كيف تقرأ الرد من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن السعودية هي وحدها من لها الحق في إنهاء دور بلاده في الحرب على اليمن؟ إذا كانت الإمارات كما ذكر وزير خارجيتها، إذا كانت الإمارات شاركت في الحرب في اليمن من أجل السعودية، فعليها أن تبقى في الأراضي السعودية، السيادة السعودية فقط على أراضيها مهما كان الوضع على أرض الواقع، لكن السيادة ما تزال السيادة على الأراضي اليمنية للحكومة الشرعية اليمنية، ولهذا هي شرعية. لا يمكنك الادعاء بان انا موجود ان السعوديه هي من سمحت لي للتدخل في اليمن، يعني هل معنى اذا سمحت لك السعوديه ستتدخل في الصومال او ستتدخل في اريتريا او ستتدخل في اي دوله اخرى؟ هذا منطق غريب، يعني منطق غريب ومنطق متهاتك.
الحكومه اليمنيه ما زالت تمتلك السياده على 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 الاراضي اليمنيه، وهي من تحدد من يبقى ومن يذهب. هي قادره حتى ليس فقط اخراج الامارات من اليمن، لكن ايضا اخراج المملكه العربيه السعوديه. اذا طلبت الحكومه اليمنيه من المملكه العربيه السعوديه شكرتها على جهودها وطلب منها الخروج من الحرب والخروج قوتها من اليمن، فعلى السعوديه ان تستجيب. القرار هو قرار يمني بحت. ما يحاول الامارات الان هم تقديم تبريرات ونوع من المغالطات لتبرير بقاء قواتهم وممارساتهم في اليمن، اما على ارض الواقع هذا غير منطقي. القانون الدولي لا يسمح بذلك، القانون الدولي واضح للغايه في هذه المساله. السياده على الاراضي اليمنيه واضحه تماما للحكومه اليمنيه. الامارات الان هم يواجهون الحكومه اليمنيه كانهم فوج ولم يكن لديهم اي مصوغات للوقوف امام القرار اليمني لاعلان الرغبه اليمنيه باخراج الامارات. هم ليس لديهم منطق للبقاء غصبا او بالكره عن الحكومه اليمنيه، لذلك هم يتذرعون بتحالفهم مع المملكه العربيه السعوديه، وهو تذرع غير قانوني على البتة. اعتقد الامارات الان وجدت نفسها الفوج برد فعل الحكومه اليمنيه. الامارات تعودت من الحكومة اليمنية دائما المهادنة، تعودت من الحكومة اليمنية دائما تجنب الصدام معها، رغم أن هناك أحداث كانت أكثر يعني أكثر خطورة، يعني ما مسألة إيقاف منع الرئيس، تخيل منع الرئيس اليمني نفسه من النزول في عدن، هذا كان كافيا لإحداث افتراق كامل بين اليمن والإمارات، ولكن الحكومة اليمنية سكتت والشرعية اليمنية سكتت، مما دفع الإمارات للتمادي. الإماراتيين لم يكونوا يبدو كانوا ركنوا أيضا على السعودية، على نفوذ السعودية، وأن السعودية محتاجة لهم، وأنها لن تسمح للحكومة الشرعية اليمنية بطلب إخراج الإمارات. الواقع الآن تغير، الحكومة الآن طلبت فعلا رسميا وخروج الإمارات ودانت سياسته، والآن الإماراتيين أمام موقف قانوني صعب بالنسبة لهم، كيف يبررون وجود قواتهم؟ لذلك أعتقد هذا تصريح الوزير الخارجية يأتي في هذا السياق، في سياق تبرير وجود قواتهم في اليمن على الرغم من إرادة الحكومة اليمنية. نعم العبسي، أشرت إلى أن القرار هو قرار يمني بحت. نعود إلى ضيفنا في نيويورك عبد ربه وازع الشايف. سيد عبد ربه، ما الذي يقصده قرقاش بالقول أن السعودية هي المخولة بقرار بقائها في اليمن من عدمه؟ تصريحات قرقاش لا تعدو عن فهلوة سياسية ومراوغة أخرى من الإمارات. الإمارات بهذا التصريح تحاول رد رأب الصدع مع المملكة العربية السعودية بعد الأعداد الأخيرة، ومجرد استباق لأي طلب رسمي من الشرعية لإخراج الإمارات وتعليق مشاركتها في اليمن بعد كل ما حدث. الإمارات فوجئت بردة الفعل اليمنية وردة فعل الحكومة اليمنية، وكما قال ضيفك الكريم الإمارات تتلكأ وتقفز للأمام من الهروب من الأحداث اللي حصلت ونتائج الانقلاب المسلح في الجنوب. وجود الإمارات مرتبط بطلب ليس من المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية والإمارات جاءت بطلب من الحكومة اليمنية، والتحالف بشكل عام مرتبط بقائه برضاء قبول الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وفق قرار 2216. ولذلك محاولة المراوغة والعزم على أنه نحن باقيين بالطلب من المملكة العربية السعودية في حال طلبت منا أن ننسحب، هو استباق لأي قرارات يمكن أن تتخذها الحكومة الشرعية في هذا الإطار، سحب القوات وتعليق مشاركة الإمارات في اليمن. وجود الإمارات في اليمن أصبح خطر على القضية اليمنية وعلى التحالف وعلى المملكة العربية السعودية. كشفت كل الأوراق، و الأيام الأخيرة نحن داخلين على العام الخامس للحرب، وهناك تسويات يعني خلف الكواليس ومحاولة فرض السيطرة وفرض يعني رؤى وميليشيات على حدود. نعم سيد الشايف، نعم تفضل بالبقاء معي. أشرت إلى أن هناك مراوغة وكشفت أوراق الإمارات في تدخلها في اليمن. نعود إلى السيد العبسي، سؤال أخير، توقعاتك لقادم الأيام فيما يخص الأزمة بين الإمارات والحكومة الشرعية؟
أعتقد أن الحكومة اليمنية هي في وضع أقوى مما كان. الحكومة اليمنية تستطيع إذا ما أرادت وإذا ما كانت ذلك ضمن خطة استراتيجية أن تخرج إمارة فعلا أو أن تجبر الإمارات على الخروج من اليمن، أو على الأقل شيء الخروج الرسمي منها. هي تظل موجودة عبر أدواتها التي أنشأتها في اليمن، سواء في عبر قوات حرس الجمهورية في الساحل الغربي أو ميليشيات الأحزمة الأمنية والنخب المختلفة، قد تبقى كأدوات، ولكنها كوجود رسمي لقواتها أعتقد أنها لن تستطيع الاستمرار إذا ما اتخذت الحكومة اليمنية قرارا نهائيا وكان لديها خطة استراتيجية للتصعيد. اللجوء إلى مجلس الأمن هو خيار متاح أمام الحكومة اليمنية لإخراج الإمارات، وأعتقد الإمارات لن تستطيع أن تستخدم نفس المنطقة الركيكة الذي استخدمه وزير الخارجية إذا ما وصل الأمر إلى مجلس الأمن. الحكومة اليمنية لديها كل الصلاحيات، لديها كل القدرة أن تطلب من مجلس الأمن إخراج دوافع الإمارات من اليمن، ولديها كل الحق. لكن السيد عبسي، هناك مخاوف أن إذا في حال انتصرت القوات المدعومة من الإمارات كيف سيكون الوضع مستقبلا؟ هذه مسألة تعتمد على كيف، يعني التوازن، هناك نوع من التوازن في المعركة أو ليس حتى هناك توازن. للأسف الشديد الحكومة اليمنية تركت الميليشيات تنشأ، تركت الميليشيات تستقوي، تركت الميليشيات تسيطر على مناطق، لم تكن هناك مواجهة حقيقية من قبل الحكومة اليمنية للميليشيات الانتقالية مهما بلغ عتاد هذه القوات وحجمها. لكن الحكومة اليمنية أيضا لديها قوة، والحكومة اليمنية تعتمد أعتقد ليس فقط على مجرد قواتها الموجودة في أكثر من مكان، لكن أيضا تعتمد على تأييد القوى الاجتماعية والقوى السياسية، أغلب القوى السياسية اليمنية مهما كانت ملاحظاتنا على الحكومة الشرعية، لكنها تتمتع بدعم قوى سياسية وقوى اجتماعية كشرعية، ربما كأشخاص لا نكون راضين تماما عليهم، لكن مسألة الدولة اليمنية والشرعية اليمنية والحكومة اليمنية الكل متفق عليها. الحكومة اليمنية في موقف أقوى نظريا، يبقى عليها هي أن تستخدم عناصر القوة هذه. حتى لو صعدت الإمارات، حتى لو صعد المجلس الانتقالي، ونحن شاهدنا ما حصل في الشبوة هي دليل كبير أن المجلس الانتقالي ليس بذلك الحجم أو ليس بذلك القوة، وأنه موجود في مناطق معينة يستطيع أن يفرض إرادته في مناطق معينة ولكنها محدودة للغاية. هو لا حتى الآن لا يسيطر سوى على 10 أو 15% من مساحة الجنوب فقط، أما إذا قسناه بمساحة اليمنية كاملة فهو تنقص إلى 10% أو أقل. إذا الحكومة اليمنية في وضع أقوى وتستطيع مواجهة المجلس الانتقالي وتستطيع مواجهة الإمارات في اليمن. نعم، شكرا الدكتور علي العبسي، كنت معنا من برلين. نعود إلى ضيفنا من نيويورك الباحث السياسي عبد ربه الشايف. عبد ربه الشايف، إلى ماذا يعزو تأخر الحكومة حتى الآن في اتخاذ موقف جاد وواضح تجاه الإمارات؟ حاليا الحكومة اتخذت موقف جاد، وهذا شكل نقطة تحول. هل يعتبر هذا الموقف وهذه البيانات و أيضا البيان الذي ذكر في مجلس الأمن، هل هذا يكفي؟ لا يكفي، ولكنه بداية جيدة للحكومة اليمنية. البيان الرسمي، أكثر من بيان رسمي، ابتداء من مجلس من الأمم المتحدة وبيان الحكومة وزير الإعلام وبيان وزارة الدفاع اليمني والالتفاف السياسي والشعبي حول الحكومة في هذا الأمر أعطاها دافع أكثر، وهذا يدل أن الحكومة اليمنية ما طلت كثير أو هادنت على حساب مصلحة اليمن وعلى حساب استقراره لعدة حسابات. الإمارات طعنت القضية اليمنية في الخاصرة وسعت على تقويض الدولة ووجودها في عدن، وهذا جعل الحكومة الشرعية تحاول بأكثر من طريقة أنها تخرج من هذا الوضع الرديء الذي أحدثته الإمارات. لكن الآن لا يوجد حل آخر أمام الحكومة اليمنية إلا استثمار هذه الفرصة والتقاطها والمضي بها قدما، بحيث أنه أصبحت المسألة مسألة يعني وجود من عدمه، يا اما توجد الدوله نفسها وتفرض استحقاقها على المعركه وعلى الارض سياسيا واجتماعيا، او تخسر، واذا خسرت واستسلمت خسرنا كل شيء. هذا بالمختصر. المملكه العربيه السعوديه ايضا لها دور في الاحداث الاخيره،
من ناحية الدعم السياسي وللحكومة اليمنية. وأنا أؤكد هنا أنه لو اتفقت المملكة العربية السعودية مع الإمارات في الأحداث الأخيرة لحصلت كثير من العوائق، على الأقل في بعض التصريحات الذي سمعناها وشاهدناها. أيضا الدور الذي قام به السلطة المحلية في شبوه الانتفاض الشعبي حولها فرض معطيات جديدة. الأهم من ذلك كله أن لا تبقى الدولة والشرعية في حدود شبوه فقط. أنا يعني نعم. لدي بعض المعلومات أن هناك يعني خطط للمضي قدما، يعني بعد شبوه أبين وحضرموت، استباق المجلس الانتقالي وميليشياته في حضرموت، وهذه كلها تعزز من موقف الحكومة هو استباق لأي حلول يمكن أن تأتي في المستقبل. نعم، شكرا عبد رب وازع الشايف، كنت معنا من نيويورك. وينضم إلينا أيضا من محافظة تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، ما الذي تعنيه تصريحات قرقاش بالقول أن السعودية هي الوحيدة المخولة باستبعادهم في حرب اليمن؟ هذا هو إجابة على واقع فعلي. الحكومة الشرعية عندما طلبت التدخل طلبت من الإخوة في المملكة العربية السعودية التدخل، وبالتالي الإخوة في المملكة شكلوا تحالفاً كانت الإمارات جزءا منه. هذا ما كان يقام في السياق التاريخي للتحالف وبنيته، لكن أعتقد أن التحالف أهداف وله أدائية، وعندما تحيد هذه الأهداف على ضوئها يتم التقييم، لأن التحالف ليس للتحالف لكن التحالف لمهام محددة. كانت هذه المهام محددة في القرار 2216، وبالتالي هو المرجعية. لو شعرت الحكومة اليمنية أن طرفا من الأطراف يعمل ضد مصالحها ووجودها وأهداف التحالف نفسه، فمن حقها الطلب من الإخوة السعودية أو عبر مجلس الأمن إعطاء هذه الدولة من مهامها. يعني لا يمكن أن نفهم أن هناك خلاف قد يتطور و من خلال المواقف الأخيرة للسعودية، وخصوصا من خلال المواقف الأخيرة التي تجسدت في تصريح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن هناك قد يكون يتطور هذه التصريحات إلى خلاف ما بين السعودية والإمارات؟ أعتقد أن هناك بوادر شعبية من الطرفين نحو مسألة تبادل الاتهامات، ما هو وارد مثلا على تويتر من بعض المواقع وأيضا على وسائل التواصل كتويتر أو الفيس أو غيرها، لكن إلى الآن لا تصريح رسمي. حتى ما قاله الأخ وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات ليس تصريحا رسميا باسمه أو وزارته التي يشغلها، هو إلى الآن لا زال في طور التصريح الشخصي الذي يقول ربما ردا على بعض المؤثرات القائمة، لكن حتى يتم التعاطي معه بشكل جاد يجب أن يكون تصريحا باسم وزارة الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات كدولة، وهذا التصريح إما على موقع الوزارة أو عبر وسائل الإعلام أو عبر الوكالة الرسمية للدولة، هنا يتم التعامل معه كتصريح. أما هذا ما في وسائل التواصل لا يعتبر سوى مؤشر على أن هنالك إمكانية لتصادم في المصالح، لاختلاف في الرؤى أو لعدم الاتفاق في الأدائية مع الدولة القاعدة للتحالف. وهذه المسألة تتجسد هنا ما بين الإمارات والسعودية، لكن التحالف هذا أنشئ لطرف ولهدف، وهذا الطرف هو كيان سياسي له دولة، فأي أعمال على الأرض تتعارض معه يجب أن تقابل باحتجاج برفض. وما قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن كان عملية واضحة ضد الإمارات، وبالتالي هذه المسألة قد تتطور إلى اتخاذ قرار من قبل الشرعية التي لم تتخذه إلى الآن بإعفاء الإمارات من دورها في اليمن. إلى الآن هذا القرار لا زال لم يتخذ. ما أتخذ إلى الآن أن الحكومة اجتمعت ورفعت داخليا
مذكرة للرئاسة بتفويضها باتخاذ القرار. إلى أن اتخذ القرار وفتحوا الآن الاتهام أن الإمارات تدعم طرفا داخليا يتمرد على الحكومة، تدعمه ماليا وأيضا تدعمه ماليا وبالمعدات والأدوات اللازمة لقيادة التمرد العسكري. نعم قبل نعم عبد الهادي، هناك قبل ساعات من الآن هناك تقدم كبير لقوات الشرعية التي كسرت هجوم للانتقالي. ما بعد هذا الانكسار والتصعيد في الميدان خصوصا الذي انعكس على الإمارات، برأيك ما هو القادم بالنسبة للدعم والإماراتي للمجلس الانتقالي؟ أعتقد أن الحكومة لأول مرة تتخذ قرار وتصدر بيانا من وزارة الدفاع وهيئة الأركان وتبدأ بإثبات نفسها على الأرض وتسعى لما كان مفترض أن يتم عمله منذ أكثر من 3 سنوات، وهي فرض سيادتها على الأراضي المحررة من الجمهورية والتي هي تحت إدارتها ولو اسميا بواسطة أطراف محلية، فهي الدولة التي من حقها أن تتمدد وتتحرك ومن حقها أيضا أن يكون أي دعم أو مساعدة يتم عبرها وبموافقتها، وهي الطرف الفاعل على الأرض. هذا الدور الذي ربما تخاذلت الشرعية في الفترة الماضية عن القيام به اليوم تستدركه، وبالتالي هذا الاستدراك سوف يدفع الحكومة إلى التحرك بشكل جاد، أي أن الحركة الآن ليست مجرد ألوية عسكرية تتخذ قرارها من نفسها، لكن القرار والحركة باسم وزارة الدفاع اليمنية وباسم القائد الأعلى القوات المسلحة نفسه، وهذا هو الإجراء الصحيح والطريق الصحيح لإعادة سيادتها وإعادة التفاهم مع مكوناتها الداخلية، أي أن على الإخوة في التحالف العربي أن لا ينفذوا إلى مكونات الشرعية إلا عبر الشرعية نفسها حتى لا يكون هدف التحالف هو إسقاط الشرعية بدلا من إسقاط الانقلاب، لأن دعم أي تمردات داخلية هو في الأخير جزء من إسقاط الشرعية وليس من إعادة الشرعية وإسقاط الدولة. نعم عبد الهادي العزعزي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول للدكتور علي العبسي وأيضا عبد رب وازع الشايف، كانوا معنا للمناقشة لمناقشة هذا الموضوع، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.